احنا لحد دلوقتي اتكلمنا عن ماذا نقرأ في الجزئيات المختلفة بتاعة أي article موجودة. دلوقتي بقى عاوزين نعرف كيف نقرأ كل جزئية من الجزئيات دي. احنا قلنا طبعا ان كل article في الدنيا بيبقى ليها title وفي authors مشاركين فيها، وبعدين abstract والملخص، وبعدين introduction method results discussion وreferences. طيب، وعرفنا ننقي ايه اللي نختاره على حسب انا خبرتي لقد ايه في الفيلد اللي بقرأ عنه. طيب دلوقتي بقى انا لما هاجي اقرا كل جزئية من دول هقراها ازاي؟ في طريقة معينة، لانك لازم تفهم تشريح الارتكل ماشي ازاي، والقصة كيف يتم حكيها وكيف يتم صياغتها علشان تقدر ان انت تقرا فعلا وتستفيد من الكلام، ما تبقاش بتمر عليه عينك مرور الكرام كده بدون استفادة. فلو جينا اتكلمنا، وطبعا قدامنا هنا ده مثال لارتكل برضو مشهورة، منشورة في جورنال مشهور اسمه نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، ده يعتبر اشهر جورنال موجود في الطب، يعتلي قمة الجورنالز اللي موجود. فده مثال اهو لبيبر اهي، وهنتكلم عنها دلوقتي، بس عايز اوريك التشريح بتاع البيبر دي يمشي ازاي. يعني انا دلوقتي لو جيت اتكلمت على اول حاجة اللي هي التايتل فيلد ده، انت لما تبص على التايتل اللي فوق ده فيه معلومات كتير جدا لازم ايه تعرف معناها. اولا انت هنا هتلاقي عندك زي ما قلنا ده هنا اسمه ايه، The New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine ده اللي هو ايه، ده الاسم بتاع الجورنال. يبقى ده كده ايه، لما نيجي نسألك نقول لك البيبر دي كانت منشورة فين، تقول لي في New England Journal of Medicine، وحتى ليه اختصار مشهور اللي هو NEJM. فده كده الجورنال نيم. مهم ده يعني؟ ده مهم جدا، يمكن من اوائل الكرايتيريا اللي هتتكلم عنها في اي مؤتمر تحضره او في مناقشة مع حد زميل او عالم، لما تيجي تقول له والله ده انا لقيت الايفيدنس الفلاني بيقول كذا. من اهم الكرايتيريا اللي هنحكم بيها هل الايفيدنس ده valid ويوثق فيه ومدى ثقله العلمي قد ايه، هو منشور فين. لان في جورنالز مشهورة وفي جورنالز مغمورة وفي جورنالز انترناشونال وموجودة على باب ميد ولها يمكن شوية صفة في الفيلد، ولكنها لا يوثق في البيبرز اللي بتنشر فيها. ليه؟ لأن الريفيو بروسس بتاعت الجورنالز دي هي بروسس ضعيفة. بمعنى أدق، لما بتيجي تنشر، ما تيجي تبعت بيبر عشان تنشر في الجورنالز دي ما بتترجعش كويس قوي. فبالتالي ده معناه إن محدش شيك قوي على الشغل اللي انت عامله، فبالتالي الشغل ده عليه علامات استفهام كتير جدا جدا جدا. لكن لما نيجي لمكان زي نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن ده، حضرتك بتتكلم في اقوى انواع الادله اللي بتتنشر. مفيش حاجه بتتنشر في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن الا ما بعد بيتم مراجعتها من لجان واجتماعات، وبتاخد فتره طويله علشان خاطر يتم الشك فيها وتمحيصها والتدقيق في كل كلمه وسطر ومعلومه وطريقه اتنفذت فيها، لغايه لما اتوصل ان انت تبقى اكسبت هذه البيبر انها تتنشر في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. وقيس على كده اي جورنال كبير، وكل ما نزلت بمستوى الجورنال كل ما كان سهوله النشر فيه اعلى. اوكي، فاسم الجورنال اللي منشوره فيه البيبر ده احد اهم الكرايتيريا اللي بتحكم بيها على جوده هذه البيبر. الحاجه الاولانيه في التايتل بتاع اي بيبر، الجورنال اللي هي فيه. الحاجه الثانيه عندك هنا ده الديت، ده مهم جدا، ده تاريخ النشر اللي هو date of publication. طيب ده مهم؟ طبعا مهم جدا. لما تيجي برضو توريني بيبر وتقول لي ده انا لقيت ان البيبر دي عظيمة جدا، قالت ان احنا ممكن نعالج الناس اللي عندها ملاريا بالاسبرين او حاجة زي كده، ونيجي نبص على الديت نلاقي ان البيبر منشورة سنة 1870 ولا مثلا حاجة من الاربعينات ولا الخمسينات او كده، ويكون نزل حاجات كتير تانية جديدة بعدين، على طول تتأكد إن دي outdated، ما ينفعش تاخد بيها، لازم تشوف إيه الـ most recent publication في الموضوع ده. فالـ date of publication ده برضو من الحاجات اللي بتحكم بيها على الـ paper اللي قدامك إذا كانت worth your time ولا لأ. بعد كده بتيجي للـ ده اللي هو الـ title بتاع الـ paper، وده مهم جدا، اللي هو عنوان الدرس بقى، عنوان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، Effect of Spironolactone on Morbidity and Mortality in Patients with Severe Heart Failure. عنوان الارتكل ده
من الحاجات المهمة جدا، لأن هو بيعبر عن الأرتكل دي بتتكلم عن إيه، واختياره له معايير إنك إزاي تختار عنوان فعلا يعبر عن مضمون الأرتكل بتاعتك. يعني الأرتكل دي لما أجي أبص عليها هلاقي إن هو بيتكلم عن دور السبيرون والأكتون في الهارت فيلير. دي حاجة أعتقد أغلب طلب الطب هيكونوا عارفينها دلوقتي by that time، وده بيوري لك مثال أهو عن إزاي معلومة أنت ممكن تكون بتدرسها كل يوم وبدأت دراستها من أول الفارما لما خدت السبيرون والأكتون في الدايوريتكس وفهمت ان هو له دور في الهارت فيلير. الارتكل دي كانت هي المحور اللي اثبت فعلا ايه استخدام السبيرونولاكتون وفايدته في الكونجستيف هارت فيلير بيشنتس. طيب نيجي بعد كده بعد الارتكل بتاع البيبر دي ان احنا نلاقي الاوثرز بتوعها، ودول الناس المشاركين في هذا البحث، الناس اللي هي الفت هذا المانسكريبت. طبعا انا فوتت هنا حته فوليوم ونمبر لان دي يعني مش مهمه، او ممكن نبقى نتكلم فيها في الريفرنسز ايه معنى فوليوم في اي جورنال وايه معنى نمبر او ايشو، ودي مقصود بيها بس ايه الترتيب بتاع الاعداد اللي بتصدر من هذا الجورنال، هنتكلم عنها في الريفرنسز لما نيجي لها. طيب احنا وقفنا بقى عند الاوثرز. موضوع الاوثرز انا اتكلمت فيه قبل كده وقلت ان هو بيؤدي الى خلافات كتيره في دول كتير اللي ما عندهاش ريسيرش متعودين عليه يعني قوي، لكن موضوع الاوثرشيب ده مهم ان هو يكون مفهوم لدى الجميع. ليه بقى؟ لان الاوثرشيب دي ليها معايير واضحه جدا وليها جايد لاينز واضحه جدا ومتفق عليها في العالم كله. ان حد يتحط اسمه على بيبر ويتكتب ضمن الاوثرز دي ليها شروط، والشروط دي هتلاقيها منشوره، واللي بتنشرها حاجه اسمها الاي سي ام جي اي اللي هي الانترناشنال كوميتي اوف ميديكال جورنال اديتورز، ودي موجوده اونلاين لو حد فيكم بس جوجل دل الكلمه دي او كاتب بس الاوثرز في الاي سي ام جي اي هيطلع له على طول كل الجايد لاينز دي عشان يفهم مين اللي يستحق ان يتحط اسمه على بيبر، لان دي بتبقى نقطه خلاف رهيبه جدا كل شويه يعني. ف بالذات يعني في الوطن العربي عندنا بتبقى نقطه خلاف كبيره قوي فالناس مبقاش فاهماها، فخلينا نفهمها دلوقتي ونتكلم فيها once and for all. الاوثرز لاي ريسيرش ستادي لازم يكونوا ناس يفلفل 4 كرايتيريا معا مش واحدة دون الأخرى، يعني لازم الأربعة مع بعض يكونوا موجودين في كل واحد من الناس اللي بتتكتب على بيبر. أولا هتلاقي تحت defining the role of authors and contributors مين هو الأوثر. The ICMGE recommend that authorship be based on the following 4 criteria. الأوثر اللي هيتحط اسمه لازم يبقى فيه الأربعة دول. أولا substantial contributions to the conception or design of the work or the acquisition analysis or interpretation of data for the work. طيب خلينا نتكلم في نمره واحد دي، يعني ايه conception او design؟ يعني لازم كل واحد من المشاركين او المؤلفين يكون شارك، ومش شارك بس كده، لا شارك substantially. substantial يعني significant، يعني بشكل قوي كده جوهري في الكونسبت او الفكره او الديزاين او التصميم. هتقول لي طب دلوقتي انا رحت مثلا اشتغلت مع استاذ كبير هو صاحب الفكره، هقول لك اه لازم انت بتكونتريبيوت، هو اه قال الفكره بس التنفيذ عليك انت، هو ده المقصود بيه ان هو الكونسبت او الديزاين، او هتبقى انت مسؤول عن الاكوزيشن ان انت بتاكواير الداتا. يعني مثلا قلنا ان احنا هنعمل ستادي عايزين نعرف بيها ايه، مثلا على سبيل المثال هل البنسلين بيمنع الحمل ولا لا، حاجه افتراضيه كده. فالفكره فكره الاستاذ بتاعك، قمت انت رايح وقلت طيب انا اللي هروح وهاجمع الداتا الخاصه بهذا البروجكت، انا اللي هقابل الكابلز وانا اللي هعرض عليهم ان هم ياخدوا البنسلين وبعدين اجمع المعلومات بتاعتهم وانا اخد الهيستوري بتاعهم وبعدين اشوفهم بعد ما يجربوا جرعه محدده من البنسلين وابتدي اشوف اذا كان حصل كونسبشن ولا لا، وهل حملوا ولا ما حملوش، وهجمع انا الداتا دي. هو ده ان هو ايه، هو ده معناها to acquire the data، انت اللي اخدت وجمعت الداتا.